صباح الفل والجمال وكل الحاجات الحلوة على كل مشاهدي رؤية جديدة في كل مكان. طبعا بدأ موسم المدارس وبدأت التوهان بتاعت كل الأمهات. أنا الحقيقة بشفق على كل الأمهات. أول ما المدرسة بتبدأ كلنا بنحس بتوهان رهيب، بنبقى مش عارفين نعمل ايه، محتارين في حاجات كتير، بين السبلايز، بين جروب المدرسة، بين اليونيفورم، بين جروب المامز لوحده، ده عايز له يعني روقان وفضة. النهاردة هنتكلم عن السبلايز وعن ازاي بنستعد لموسم المدارس مع أولادنا، وازاي بنهيئهم بعد فترة طويلة من الأجازة للدراسة وللمدرسة. اسمحوا لي أرحب بضيوفنا اللي منوريني، دكتورة ريهام حجاب، أستاذ مساعد بالمعهد العالي للبليب أكاديمية الفنون. اهلا بيك يا دكتور. ومعانا الطفل عبدو الله ابن دكتوره ريهام. ازيك يا عبدو الله؟ كويس. عامل ايه؟ منور الدنيا. خليني ابدا معاكي الاول وبعد كده هنتكلم مع عبدو الله. زي كل الامهات يعني احنا كلنا بنبقى تايهين اول ما المدرسه تبدا، ما بين بقى خصوصا وام كمان بتشتغل، وانت بتشتغلي طبعا. طبعا ام بتشتغل كمان، غير الهوم ورك، بين اليونيفورم لوحده والمقاسات بتاعه اليونيفورم والسبلايز وشكل اللانش بوكس عامل ازاي، طب الولاد هياكلوا ايه في اللانش بوكس، هي توهانه كبيره يا دكتوره. وليه بقى بتتعاملي ازاي مع الموضوع ده، وازاي بتهيئي عبد الله للموسم الدراسي الجديد؟ والله طبعا هو الاجازه بتبقى طويله جدا، بنبقى طبعا شغالين فيها طول الوقت، اكتيفيتيز ورياضه وحاجات، فطبعا بيبقى واخد راحته. اول طبعاً. ما بنيجي بقى نقول يلا المدرسه، لازم بيبقى فيه شويه دروبات كده في الاول، يبقى متضايق. يعني هو مش متضايق، بس يعني فكره انتظام بقى في النوم، انتظام في الصحيان، مع التمارين، مع الحاجات، كل ده بقى بيبقى طبعا لود على الطفل اكتر من ايام من الأجازة طبعا. فبنبقى بنحاول نحمس بقى شوية كده، ننزل نختار السبلايز مع بعض، ويختار اللي هو عايزه، اللانش بوكس بتاعه هو اللي يختاره، الفلاسك بتاعه هو اللي يختاره. ده لون اللانش بوكس ده لوحده مأساة. خلي لا انا ما جاليش لون مش يبقى فيه. وبعدين دايما الولاد مع بداية موسم الدراسة بيبصوا للحاجات اللي هما جايبينها جديد. بيجي يقول لك مامي انا مش عارف مين جابي، انا عايز زيه. مامي لون اللانش بوكس، لا انا عايز لون مختلف. بالتأكيد من وجهك ده كلنا طبعا. طبعا. بس يعني بحاول اتفادى ده بان هو اللي يختار حاجته، هو اللي يختار. ده مهم جدا على فكره، بتفرق جدا في نفسيه الطفل. طبعا كي جي 1 وكي جي 2 هو رايح برايمري 1، فالموضوع اختلف. يعني كي جي 1 وكي جي 2 كنت بنزل انا اجيب السبلايز لوحدي، لانها كانت طبعا السبلايز في كي جي 1 و2 كتير جدا. جدا يعني حاجه مهوله. يعني تحسي ان هو رايح مثلا كليه فنون جميله من كتر الحاجات اللي بتطلب، الفوم جليتر والسكتشات والحاجات. بس اقول لك على حاجه، تصدقي على قد ما احنا بنبقى متضررين جدا واحنا بنجيب السبلايز، بس اول ما بنجيبها بنحس ان احنا ايه، لا ده في انجاز. شكل الشنطه نفسها او البوكس نفسه في البيت لا مبهج الصراحه. انا بحس ان انا انجزت بعد ما بجيب السبلايز بتاعت الولاد. بس السنه دي بقى نزلنا مع بعض، هو اختار كل كراسه، وهو اللي اختار شكلها، اختار حاجه العربي شبه ايه، وحاجه الانجليش ايه، وحاجه الدويتش ايه، يعني قاعد يقسم. هو اسس معاكي السبلايز. انت جبت مع مامي الحاجات بتاعت السبلايز، احكي لي بقى كده جبت ايه، ايه الحاجات اللي انت جبتها؟ جبت حاجات يعني جبت الالوان. جبت الوان، جبت قلم رصاص، وجبت مسطره، وجبت حاجات كتير قوي. والمقلمه لونها ايه المقلمه بتاعتك؟ قول لي كده. المقلمه بتاعتي لونها ازرق. ازرق صح؟ طب واللانش بوكس احكي لي. اللانش بوكس لونه ازرق برضه. برضه انت بتحبي اللون الازرق؟ لا بحب الاصفر. بتحبي الاصفر؟ لا جاب بقى كل الحاجات كده في شر اعمالنا. بس هو جاب كل الحاجات اللي جوه اصفر، يعني جلو كله اصفر، الاقلام كلها هو بيحب اللون الاصفر. الحاجات كلها انا عايزه اتكلم عن شياكتك شويه. انا عارفه طبعا ان عبد الله بيغني وصوته جميل واداؤه رائع، احنا هنسمع منه طبعا وهنشوف فيديوهات ليه، انت مكسر الدنيا على السوشيال ميديا. بس انا عايزه اعرف بقى كده، انت بتختار حاجتك بنفسك في كل حاجه؟ يعني الطقم اللي انت لابسه ده النهارده مين مختاره؟ ماما اللي مختاره. بس هو كان معايا برضه واحنا بنجيبه. طب يعني لو حاجه مش عاجباك وماما مصره ان هي تلبسها لك، بتلبسها ولا بتعترض؟ بتقول لا بعترف. ما تقدر، ده مؤدب قوي. ده ايه الادب ده ما شاء الله. وتسريحه الشعر برضو ماما اللي عاملاها؟ لا. مين بقى؟
رحت حد عملها لك هنا. انت جميل يا عبد الله. انا سمعت ان انت بتغني وادائك رائع وصوتك جميل. هنروح الاول نشوف الفيديو بتاعه ونرجع ليكوا تاني. عايزه اعرف ايه الجمال ده، ايه الشطاره والجمال والصوت الحلو والاداء الحلو ده. انت اول مره تقف على المسرح؟ اه صح كده، هو اول مره يقف على المسرح. ده هايل. ازاي انت اهلتيه انه يقف الوقفه دي؟ مش ده في ناس كبار ما بيعرفوش يقفوا على المسرح كده. هو عشان يعني من صغره متربي، بيروح معايا ومع بابا المسرح دايما، وهو كمان بيسجل، بيعمل دوبلاج، بيعمل انت قلتي لي هو بيعمل دوبلاج. بيعمل دوبلاج فوكال ودايالوج، يعني مواهب، بيمثل وبيغني في الدوبلاج. موهبه متعدده. انا عايزه اقول لك كمان من الحاجات اللي انا لاحظتها فيه ان هو روحه حلوه. يعني مش بس ان هو بيغني، هو كمان بيأدي. انا شايفه فيه ان هو فيما بعد لما يكبر يعني هيبقى حاجه. لا روحه حلوه، فيه اداء حلو قوي. انت بتغني في المدرسه يا عبد الله؟ بيقولوا لك تغني وتعمل دوبلاج والحاجات اللي انت بتعملها دي؟ لا ما بتغنيش، عشان كانت مرحله الكي جي كان لسه صغير. طب قولي انت كنت حاسس بايه وانت واقف على المسرح والناس بتسقف لك كده؟ كنت مبسوط؟ كنت حاسس ان انت بتعمل حاجه حلوه؟ بتحب تقف على المسرح؟ طب انا عايزاك تسمعني حاجه كده. هتسمعني ايه؟ اهو ده اللي صار ومولاي. طب يلا نسمع اهو ده اللي صار الاول. يلا. أهو ده اللي صار وعاد اللي كان، ملكش حق ملكش
عليا، تلوم عليا ازاي يا سيدنا، وخير بلادنا ماهوش بإيدنا، تلوم عليا ازاي يا سيدنا، وخير بلادنا ماهوش بإيدنا، قولي عن أشياء تفيدنا وبعدها بألوم عليا، أهو ده اللي صار وادي اللي كان، ملكش حق ملكش حق تلوم عليا. مصر يا أم العجايب، شعبك أصيل والخصم عايب، مصر يا أم العجايب، شعبك أصيل والخصم عايب، خلي بالك من الحبايب دول أنصار القضية، أهو ده اللي صار وادي اللي كان، ملكش حق ملكش حق تلوم عليا. أغنية جميلة قوي. أنت عارف إن الأغنية دي، عارف معاني الكلمات الأغنية دي، عارف إن هي أغنية لمصر، عارف كده؟ هو بيغني الأغاني أطفال كمان ولا الأغاني اللي هي فيها شوية طرب دي؟ لا هو يعني ميال لإيه أكتر؟ يعني أنت ميال بتحسي هو ميال للأغاني لإيه؟ القديمة أكتر. الأغاني القديمة ده مش موجود، ده نادرا لما ألاقي طفل بيسمع الأغاني القديمة دي وبيغنيها. يمكن برضو عشان شغلنا وكده هو متربي شوية، يعني مثلا بيسمع الكلاسيكيات من وهو في بطني مثلا عشان التدريبات صدقي الباليه بيفرق جدا، والحاجات. بيفرق جدا طبعا في الطفل. طب طبعا. أنا عايزة أعرف، هل شغلك ساعد كتير في تنمية موهبة عبد الله؟ اكيد اكيد، هو يعني طبعا من هو صغير بيسمع مزيكات كلاسيك، تشايكوفسكي يعني بيتهوفن، ده من صغره طبعا بيسمع كده. بلس بقى ان هو بدأ سنة سنة نكتشف ان هو بيغني، لما طلبوه في الدوبلاج لقوه انه بيغني، بيعرف يجيب النغمات كويس قوي، اوكي، بيعرف يقلد والعالي يجيب الاصوات والواطي في طبقات. الغنى، وبيعمل بيمثل الشخصية في الدوبلاج. فبدأ من هنا ينمي شوية الموضوع بتاع الغنى. بعدين بعد كده طلبوه في مئوية سيد درويش، فأنا كنت قبليها عاملة عرض مع الأكاديمية العشرة الطيبة لسيد درويش، فكنت عاملة الاستعراضات بتاعته، فطول الوقت بصمم على أغاني سيد درويش في البيت، فهو اوكي، سامعها كده فهو كده. حبيبها. فبقيت في مرسخة كده جواه. ده اكيد طبعا. لما كمان راح بقى البروفات بتاعت الحفلة وسمع كمان الطلبة بتوع المعهد الكبار وهم بيغنوا أغاني سيد درويش كلها، فده أثر فيه، يعني بدأ يحس إن هو اتجاهه حابب كده. الأول كان شوية الغربي بيشده أكتر، بعدين دلوقتي بقى ميال شوية للشرقي والقديم. على فكرة ده مهم جدا ان احنا نخلي ولادنا يسمعوا الحاجات الشرقي، الاغاني اللي احنا كبرنا طبعا وتربينا عليها، ده بينظف ودانه، طبعا فيها رونق كده. برضو كله دلوقتي بيسمع الغربي على فكرة، كل الاجيال اللي طالعة غربي، نادرا لما تلاقي حد بيسمع الاغاني الشرقي اللي فيها تراث. بالظبط. طب انا عايز اسمع بقى حتة دوبلاش كده، بيقولوا ان انت الدوبلاش بتاعك خطير، ممكن بقى نسمع كده قطعة كده صغننة؟ يلا قول. هتقول هو ايه؟ بيعمل دوبلاج لإيه الأول؟ كوكو ميلون، المسلسل بتاع كوكو ميلون عامل شخصية فيه، كان في ليتل بام ميوزك، كان في عمل في حاجات سبونج كتير. بوب، عمل الله، عملت سبونج بوب. ده انت مشهور ابن جدا. مستر سلطع هو بابا فعلا. اصلا، هو بيعمل مستر سلطع في الدوبلاج اساسا طب بابا، ما تسمعنا كده. فاتفاجئنا ان هم طالبينه يعمل ابنه في ال طب سمعني فاكر كده يا حاجة عبد من الله، فاكر سبونج حاجة بوب؟ كده من الدوبل عامة اللي انت فاكره، ايه ممكن نسمعه من الدوبلاج؟ صباح الخير يا قاع الهمور، فاكر دي؟ يلا قولها كده، سمعني. صباح الخير يا قاع الهمور، وأهلا ومرحبا بكم. وأهلا ومرحبا بكم في برنامج كرابينا. الله، ده جميل قوي. انت بتحب ايه اكتر يا عبد الله؟ انا شايفه ان انت عندك كذا موهبه، بتحب الدوبلاج اكتر ولا الغنى؟
يعني ممكن. ايه اللي انت بتحب تعمله اكتر؟ هو دوبلاج معناه هو اللي خلاني يبقى صوتي حلو، هو اللي خلاني اكتشف الموهبه فالدوبلاج اكتر. انت بتحب الدوبلاج اكتر فعلا؟ اه، ما هو بيغني في الدوبلاج كمان، بيغني كمان، بيغني فيه. هو بيشتغل في البروجكت اللي بيبقى فيها تمثيل وغنى. طيب انا عايزه اعرف انت عايز تبقى ايه لما تكبر؟ يعني انت دلوقتي بتعمل كذا حاجه وعندك حاجات، نفسك تشتغل ايه لما تكبر؟ نفسي اطلع يا رسام، يا راجل بوليسي. راجل بوليسي. مش عايز تغني؟ مش عايز تتجه ان انت تبقى مركز اكتر في الغنى، ان انت لما تكبر تبقى مطرب برضو مشهور زي المطربين الموجودين دلوقتي، او مغني؟ يعني مش عارف، مش على حسب. على حسب. هو بيقيس نفسه. هو دخل بطولات في حاجات تانية؟ هو بيلعب جمباز تحت 8، لسه واخد بطولة كاس مصر، واخد الميدالية الذهب. ما شاء الله. اخد ذهب في تحت 7 وكاس مصر والجمهورية، ودخل كاس مصر، ولسه عندنا الجمهورية الشهر اللي جاي ان شاء الله. ما شاء الله. طب قوليلي ازاي بتقدري، يعني ما شاء الله ما شاء الله ربنا يحميه يا رب، بس ازاي بتقدري توازني بين المدرسه؟ احنا الحاجات دي ممكن نعملها في الـ في الـ في الاجازه. دي الفيديوهات بتاعته وهو بيلعب. الله، ايه الشطاره دي، ايه الجمال ده، انت شاطر قوي يا عبد الله، بتعرف تعمل حاجات كتير. مش حد من اصحابك كده بيقول لك انا عايز اعمل زيك، انت بتعمل ده ازاي، او علمنا الحركات دي؟ في حد من اصحابك يجي يقول لك كده؟ بيبص على نفسه. قولي لي بتقدري ازاي توازني ما بين المواهب بتاعته والانشطه اللي هو بيمارسها وما بين المدرسه بقى؟ يعني هل في المدرسه مثلا في الدراسه، اثناء الدراسه، لان ده امهات كتير ما بتعرفش ان هي تعمله، خصوصا ان انت كمان بتشتغلي. طبعا. فازاي بتقدري تعملي الموازنه دي؟ هو طبعا بيبقى الموضوع مرهق شوية، بس انت عندك تارجت كده حاطاه لابنك، وهو ما عندناش اغلى منهم في الدنيا. فانت عايزة توصليه لحاجة معينة، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ننسق وقتنا وننسق حياتنا على عبد الله. يعني انا حتى بنسق كل حاجة في حياتي على حاجات عبد الله، عليه هو. لان ما يعني ما فيش اغلى منه، وانت عايزه تشوفي يعني الثمره في الاخر، تبقى يعني تحسي ان انت عملتي حاجه، تقولي الحمد لله ان انا عرفت ربي. يعني بالذات في الزمن اللي احنا فيه ده، ان الولاد بيتسابوا كده، اللي هو زي ما يجي يجي. لا، ده مش حاجه احنا حاطينها كهدف لينا، بالعكس. انا بشوف يعني هو بيلعب سباحه، بيلعب جمباز، بيلعب بيتدرب بيانو، بيتعلم رسم. انا بشتغل في كل الحتت، وبعدين الاقرب لقلبه ولهوايته اللي بيحب يكمل فيه بنكمل. هو حابب ايه اكتر؟ بصي، هو الحمد لله بيحب كل الحاجات اللي بيعملها. بس اكيد في حاجه كده هو بيبقى، يعني هو بيقول انت بتحب الدوبلاج، بتتبسط وانت هو الدوبلاج عامه حلو جدا، وكل الاطفال يحبوه، وهو بيتفرج على الكرتون بصوته. طبعا بتفرق جدا في نفسيته وفي شخصيته. بتحب تتفرج على الكرتون اللي انت عامله دوبلاج يا عبد الله؟ اصحابك بيتفرجوا عليه؟ ممكن بقول لهم، بس تقريبا مش بيتفرجوا. تقريبا لا، هيتفرجوا بقى شويه كمان، مع لما يكبر شويه كمان هيتابعوا الحاجات دي. هو يعني كان مره ماسك اليوتيوب وفجاه اللي هو شاف الحلقه بتاعت سبونج بوب بتاعته، عمل بقى زيطه في البيت، ماما الحلقه نزلت. طيب قولي لي، يعني هو الانشطه دي بداها من امتى تقريبا؟ يعني طبعا الجمباز بادئين من واحنا صغيرين قوي. كان عنده 2 سنين و8 شهور. جت فتره الكورونا، طبعا كلنا قعدنا، بعدين رجع كمل تاني. ورجعنا السباحه، بدانا سباحه، وبدانا بعد كده. يعني هو من 2 تقريبا بدا يشتغل في الدوبلاج. الاول كان عشان كان لسه صغير شويه، فالادوار بعد كده لما بدا يشتغل الفوكل مع الديالوج بقى الموضوع اكبر شويه. دلوقتي بيبقى يعني بيتحط في ادوار مهمه في البروجكت اللي بيبقى فيها الغنى والتمثيل. الجمباز طبعا
4 ايام في الاسبوع بنتمرن والتمرينه 3 ساعات، فده اصلا بياخد وقت كبير جدا، كتير جدا. يعني مهم جدا. نفسيته وتكوينه النفسي هل اختلف بعد ما هو بقى يمارس النشاطات دي؟ انت بقيتي ملاحظه ايه اللي اختلف فيه؟ يعني هو عنده شخصية دلوقتي، هو مش يعني مش اللي هو طفل، لا يعني انت تقدري تقعدي تتكلمي معاه، هو هيتكلم معاكي عشان هو عنده دلوقتي حاجات في دماغه منماه، يعني هو متطور فكره، بيفرق جدا في فكر الاطفال. فهو يعني الحمد لله هو بحس ان هو شويه يعني مختلف عن اصحابه. عبد الله انا عايزه اسالك على حاجه بقى، لما انت بتعمل حاجه حلوه، بتطلع مثلا حفله، بتاخد بطوله، بتعمل الحاجات الحلوه اللي انت بتعملها دي، مامي بتكافئك ازاي؟ بتعمل لك ايه؟ ايه المكافاه اللي انت بتحب ماما تعملها؟ احنا هنقول دلوقتي ما تقولش اسامي حاجات عشان لا مش, أسامي مش اعلانات حاجات. بس ايه مثلا بتخرجك توديك تلعب، بتجيب لك لعب، بتجيب لك حاجات حلوه، كاندي، بتعمل ايه؟ ايه الحاجات اللي انت بتحب مامي تعملها لك كمكافاه بعد ما بتعمل النشاطات بتاعتك دي؟ ممكن ما تفسحني، تجيب لك حاجات حلوه، تجيب لك لعب. لا لعب عندنا في البيت 300 مليون لعب. انت تحب الخروج اكتر. طب وانت قاعد فاضي كده في البيت، احنا في الاجازه، احنا لسه خارجين من الاجازه دلوقتي، بتعمل ايه؟ بترسم، بتغني، يعني الوقت اللي انت تبقى قاعد في البيت فاضي مفيش حاجه نعملها، ممكن نعمل ايه؟ نقول ايه للاطفال الصغيرين يعملوا ايه وهم قاعدين في البيت؟ بقعد مثلا اغني شويه، العب شويه، امسك الموبايل شويه، اتفرج عليه شويه، العب بيه شويه كده. يعني بتشوف اصحابك؟ شفت اصحابك في الاجازه؟ لا ما شفتهمش، مش عارف. ما كنتش فاضي، كنت مشغول صح؟ لا عشان هو نقل من مدرسه لمدرسه، فهو لسه هيكون صداقات بقى في المدرسه تانية هتتكون الجديده. طب انا عايزه اسمع منك اغنيه كمان، ممكن تسمعنا ايه؟ مولاي. طب يلا مولاي دي بيغنيها من وهو عنده سنتين. طب يلا سمعني كده وريني. مولاي يا مولاي، مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلا كيا سندي. جميلة قوي، حلوة قوي قوي قوي. بتحب تسمع مين من المطربين الموجودين دلوقتي؟ بتحب تسمع عربي وانجلش؟ بتسمع اغاني انجلش؟ انجلش اكتر. بتسمع الاغاني انجلش اكتر. طب مين من المطربين اللي موجودين دلوقتي بتحب تسمع لهم عربي؟ عربي؟ مين كده بتقعد تدندن معاه كده؟ ولا مفيش وقت؟ هو واضح ان هو ما شاء الله عليه وقته، يعني انت مرتباه، ده مهم جدا ان احنا برضو ننظم وقت ولادنا. طب خليني اكلمك كده في اليوم الدراسي العادي بقى، بتنظمي الحاجات دي ازاي؟ يعني احنا الولاد بيرجعوا اصلا بنبقى مش لاحقين، يعني اكل يتحط، الهدوم تتغير، بتعرفي تعملي ده ازاي؟ بنرجع ناكل وننزل على التمرين. بقى يعني نحل الهوم ورك، ناكل ونحل الهوم ورك وننزل على التمرين، نقعد 3 ساعات في التمرين، نرجع لو في بقى وقت تاني، او لو عنده بقى دوبلاج، او لو عنده بيانو، او لو عنده اي حاجه تانية، على حسب بقى اليوم بيبقى، يعني السكادجول بتاعه بيبقى عامل ازاي. بس احنا ما بنبقاش فاضيين. يعني بتبقى الوقت يا دوبك اللي هو اليوم مقضي بالعافيه. ما جاش مره قال لك يا ماما انا تعبت، انا مش عايزه اعمل حاجه النهارده مثلا؟ ما الولاد اصل انت برضو تعرف ما نعرفش نعمل عليهم كل كتير بتتعب. بس لما بيفتكر بقى هعرف المميزات. قولي بقى انت ايه الحاجات اللي بتضايقك تبقى كتير مش عايز تنزل او تعمل حاجه مثلا؟ الحاجات اللي بتضايقني مثلا اصحابي يزعلوني مثلا. مين يزعلك؟ اصحابي. اصحابك يزعلوك ليه؟ ده انت جميل خالص. اصحابك يزعلوك ليه؟ اصحابي في التمرين مثلا يزعلوني، واحنا بنلعب مثلا في التمرين او بعد التمرين يعني كده. بتبقى اوقات مش عايز تعمل التمرين او تعمل
النشاط اوقات يعني الهوم ورك بيضايقني مش بيضايقنا كلنا الحقيقه يا عبد الله مش لوحدك هو بيضايقنا كلنا كبار وصغيرين. انا مبسوطه بيك جدا جدا ومبسوطه من موهبتك دي ومبسوطه ان انت عندك ثقه في نفسك انت واقف في المسرح وبتغني وبتادي وما خفتش ما اتكسفتش دي حاجه حلوه جدا جدا وانا بحييكي على مجهودك معاه وعايزه اقول لكل الامهات يعني ربع ده الحقيقه احنا بيبقى برضو ريسك علينا بيبقى مجهود رهيب جدا فكره اصلا ان احنا نقوم نجهز لانش بوكس لوحده او نودي تمرين بجد ده مجهود رهيب فالحقيقه دي حاجه يعني انا بحييكي عليها وبحييكي على استمرارك معاه انتوا نورتوني وانا اتبسطت جدا جدا بلقائكم وهشوفك ان شاء الله المره الجايه برضو وهحضر لك حفله المره الجايه في المسرح اتفقنا هتعزمني ايوه طبعا. دكتوره ريهام حجاب استاذ مساعد بالمعهد العالي للباليه باكاديميه الفنون والطفل عبد الله نورتوني انا بشكركم جدا على وجودكم معايا هنروح لفاصل سريع ونرجع نستكمل بقيه فقراتنا انتظروا ورجعنا مره تانية مشاهدينا بعد الفاصل فقرتنا التانية دي مهمه جدا هنتكلم فيها عن اكثر المشاكل المرضيه انتشارا في مجتمعنا وخصوصا بين الناس الكبار شويه في السن اهالينا ربنا يديلهم الصحه وطولة العمر يا رب امراض الكبد ومشاكل الكبد وفيروسات الكبد كتير جدا وما بتنتهيش والحقيقه معاناه مريض الكبد مش بس هو اللي بيمر بيها كمان الاسره المحيطه بيه بتمر بنفس المعاناه وهي معاناه لا تنتهي هنتكلم النهاردة عن مشاكل الكبد وعلى طرق الكشف المبكر والعلاج مع ضيفي اللي منورني الأستاذ الدكتور محمد فتحي عبد الغفار أستاذ براحة وزراعة الكبد كلية طب جامعة عين شمس وزميل جامعة أيسون بألمانيا لجراحات الكبد ومرارة والبنكرياس وعميد المعهد القومي لأمراض الكبد الأسبق أهلا بك يا دكتور أهلا بحضرتك منورنا النهاردة الله يخليك مشاكل الكبد لا تنتهي منتشرة بشكل كبير جدا بين كل بيت في مريض كبد بين أسر كتير في مريض كبد لدرجة ان احنا في مصر تفوقنا في علاج مشاكل الكبد وزراعة الكبد صح كده؟ تمام خلينا قبل اي حاجة نبدأ نتكلم عن أهمية الكشف المبكر وطرق الكشف المبكر يعني هي دي فعلا أهم نقطة بنحب ان احنا نركز عليها قوي لان هنشوف ان العلاج بيختلف 180 درجة لو انا اكتشفت الشيء في اوله او اكتشفته متاخر تمام احنا يمكن اشهر حاجه عندنا في مصر فيروس سي وكنا الحقيقه للاسف يعني من اعلى دول العالم في الاصابه فيروس سي لكن الحمد لله مع العلاج الجديد والحمله اتعملت نزلت النسبه دي جدا قل. جدا جدا وبقينا يعني نقترب ان احنا ما يبقاش عندنا فيروس سي ودي حاجه هايله طبعا ولكن نبقى عارفين ان المريض اللي اصاب بفيروس سي وخف الموضوع ما انتهاش عنده ما بينتهيش مش ما بينتهيش يعني لازم ابقى حريص بمعنى حقيقي. اكبر خطا بشوفه دايما ان مريض يقول لي انا اخذت العلاج طب طبيعت بعد كده عملت مرتين بي سي ار بتاع الفيروس لقى سلبي خفيت خلاص بطلت صح لا لازم عارفين ان الفيروس لو عمل تليف في الكبد احنا حتى اللحظه اللي احنا فيها ما نعرفش ايه اللي هيحصل بمعنى ان في مرضى لما بشيل الفيروس بالعلاج التليف بيقف عند المرحله دي وفي مرضى بيكملوا انا ما اعرفش مين بيخلي ايه يعني ايه اللي خلى ده يكمل ايه اللي خلى ده يقف محدش عارف وبالتالي المريض اللي جاله فيروس سي حتى لو خد العلاج لازم يتابع كويس جدا لانه معرض لا قدر الله تحصل مشاكل من الكبد حتى من غير الفيروس وده اللي انا قلته في اول المقدمه ان بالزبط. مرضى الكبد مش بس هم اللي بيمروا بالمعاناه بتاعه الكبد ده كمان الناس المحيطه بيه الزوجه الاولاد الاخوات في نمط معين الاسره كلها بتضطر ان هي تمشي فيها دكتور عشان تراعي الحاله الصحيه اللي معاها وفي كلمه دي حضرتك قلتيها يمكن ما حدش هياخد باله منها انت قلتي المشكله تنتهي هي فيها مشكله تنتهي ليه لان حتى لو خلصنا من فيروس سي هيطلع لنا حاجات تانية يعني دلوقتي امريكا بقى نمره واحد اسباب زراعه الكبد الكبد الدهني لانهم عندهم سمنه زي عندنا اوكي فاحنا كنا زمان نقول ايه المشكله يعني واحد تخين كبد دهني عادي بس اكتشفوا ان بعد كده انواع من الكبد الدهني ده يؤدي الى تليف كبدي وده يؤدي الى فشل كبدي ويحتاج زراعه وبالتالي فعلا زي ما بنقول
مشاكل الكبد ما بتنتهيش، حتى لو قضينا على الفيروس هيظهر لنا مشاكل اخرى بطبيعه الحياه نفسها، النمط نفسه يا بالزبط. دكتور طيب انا عايزه قبل اي حاجه احنا نتكلم بشكل كده ايه يعني اسري كده للمشاهدين، ايه النمط اللي المفروض مريض الكبد يمشي عليه، وايه اكتر المشاكل شيوعا بتشوفها من المرضى اللي بيجولك بتعمل لهم مشاكل ومضاعفات بعد كده؟ تعالوا نتفق بس على شويه نقط كده. يا ريت. مريض فيروس سي هو مش كل الناس زي بعض. تمام. احنا بنقسم التليف كبدي ثلاث مراحل، مرحله A وB وC كانها اولى وثانيه وثالثه. بناء عن ايه؟ بناء عن شويه تحاليل بنطلبها للعيان وحسبه معينه ارقام بيطلع لي ده سي 5 ده بي 6 يعني وات ايفر الرقم اقدر احطه في انهي تصنيف من الثلاثه دول. اول واحد ده اللي هو مرحله A اللي هي المرحله الاولى ده شخص عادي. تمام. وبالتالي المفروض يعيش بصوره طبيعيه. لان بنشوف كتير جدا في مصر بالذات اول ما حد يقول لك ده عندك فيروس فيه عندك شويه تليف كبدي، لا ما تاكلش بروتين ما تاكلش لحوم. فتلاقي كل مرضى الكبد عندنا للاسف جسمه ابتدى يضمر مش من الكبد، من طريقه التغذيه الخاطئه. فعشان كده القصه محتاجه لازم دكتور كويس فاهم بحيث ان هو هنفرق ما بين المريض اللي لازم ياكل بصوره طبيعيه جدا والمريض اللي المرحله الثالثه اللي فعلا هعمل تحجيم شويه لبعض انواع البروتينات. تمام. ده في ستايل الحياه. النقطه الثانيه ان زي ما قلنا الفيروس بيعمل تليف، مشكلتي الكبيره في التليف حاجه اسمها البؤر بتطلع من الكبد. البؤر دي تطلع في اي وقت، كل ما الوقت بيعدي كل ما احتماليتها بتزيد او التليف بيزيد. البؤره دي لو انا قدرت اشخصها وهي حجمها اقل من 3 سم اقدر بابره من بره اشعه تداخليه بيحرقوها كاني شلتها بالظبط، يعني عيني يخف بمجرد بابره من بره. بروسيدور سهل، طريقه سهله جدا. دي ما كانتش موجوده زمان. بس هي شرطها اقل من 3 سم. اوكي. طب هي ينفع تتحرق؟ لو هيك تنفع بس مش هيبقى فيه شفاء. احنا معانا صور هنا. عشان كده دي مراحل يعني التليف الكبدي. ودي نقطه، دي صوره مهمه برضو عشان في ناس تقول لك فاهمه ان التليف يصيب حته من الكبد، لا. هو التليف بيصيب الكبد كله ولكن بدرجات مختلفه زي ما احنا شايفين في الصوره هنا. ممكن سليم ثم تشمع اكتر لغايه ما يوصل لاخر صوره. تمام. كل اللي انا نفسي فيه في المتابعه بتاعه المريض، احنا عندنا في مصر هنا يعني حاجه بنفخر بيها شويه، حاجه اسمها الايجيبشن جايد لاينز، يعني عندنا جايد لاينز دي الارشادات العامه. يعني احنا كل الجايد لاينز الارشادات العامه بناخدها من بره. من الحاجات القليلة جدا اللي في الارشادات المصرية هي اورام الكبد. تمام. كان ليا شرف ان انا كنت من ضمن المجموعة اللي حطينا هذه الارشادات. حلو جدا. فمن ضمن التوصيات بتاعتها ان المريض بيتابع كل 4 شهور. كل 4 شهور. الانترناشونال جايد لاينز العالمية بتقول كل 6 شهور. احنا في مصر نتيجة نوع الفيروس اللي عندنا والثقافة اللي عندنا وانتشاره فاحنا خليناه كل 4 شهور مش كل 6. انا عايزه يعمل حاجتين بس، يعمل دلالات اورام ويعمل موجات صوتيه. للاسف بتلاقي المريض يقعد يتابع سنين وهو ما عملش ولا مره دلالات اورام، وكان المريض برضو المصري بيبقى خايف يقول لك انا خايف يطلع هطلب لا ما فيش حاجه اسمها خايف. لان انا ساعات بيبقى مجرد يعني هي مثلا عند المريض ده 20 الشهر الجاي بقت 30 دي لسه ما تقلقش. بس زيادتها من 20 ل 30 تقول لي ان في حاجه بتحصل. فعشان كده لازم اعرف البيز لاين، عايز اعرف الاساسي بتاعه كام عشان لما يعلم. ممكن واحد تاني الاساس بتاعه 70 ما عنديش مشكله معاه، لكن اللي يهمني ارتفاعها. كل ما هتزيد اكتر من 10 في الشهر هتديني مؤشر ان في اكيد ورم حتى لو انا مش شايفه بالاشعه. عشان كده المتابعه في منتهى الاهميه. انا نفسي القط الورم لو حصل لا قدر الله وهو حجمه اقل من 3 سم، خلى حلوله سهله جدا. خطوره الإهمال يا دكتور في المتابعة وفي الكشف المبكر، ناس كتير ما تعرفش إنه في غيبوبة كبد بتحصل، في كريزة كبد بتحصل، وأنا شفت ناس على المستوى الشخصي عندهم نفس المشكلة دي وبيجي لهم زي حالة من هستيريا مش طبيعية بسبب مشاكل. ده بيحصل يا دكتور صح مع مرضى كتير؟ إحنا عندنا غيبوبة كبدية بتمر بمرحلتين. أنا حاجة اسمها ما قبل الغيبوبة والغيبوبة. أوكي. ما قبل الغيبوبه ديت دي فتره بيحصل فيها تغيرات ممكن كتير ما ياخدش باله منها، يعني موظف حسابات ابتدى يلخبط في الارقام صح، واحد نومه ابتدى يلخبط، حاجات كانت تبدو عاديه او يقول لك ده سببها ارهاق او حاجه. لا دي بنسميها ما قبل الغيبوبه.
وهي دي مهمه جدا ان هو فعلا تتشخص. طبعا ليها حاجات اكلينيكيه بقى لما يروح الدكتور هيفحصه ويعرف ان دي ما قبل الغيبوبه، لانه بياخد ساعتها علاجات تمنعه من دخول الغيبوبه، لان لو دخل في غيبوبه عندي مشكله ما نعرفش ايه اللي هيحصل، ممكن يفوق منها، ممكن لا قدر الله ما يفوقش منها. طيب لو هنتكلم عن اكتر الامراض الكبد انتشارا دلوقتي، طبعا فيروس سي ما زال نمره واحد في مصر، حتى لو احنا عالجنا الفيروس، ولكن زي ما قلنا احنا لسه مش عارفين هيقف امتى، وبالتالي في حد خد العلاج وخف ولكن لسه مكمل معاه التليف الكبدي بتاعه. هل معدي؟ فيروس سي معدي عن طريق الدم، عن طريق الدم بس. فعشان برضو ما نقلقش اللي في البيت، انا هاكل وشها معاه عادي جدا، عمره ما يتنقل عن طريق اكل وشرب. لكن يتنقل عن طريق اي جرح، الجرح ده هيبقى فرشة سنان، هيبقى في عدة حلاقة، بعض بيقول في العلاقة الزوجية قد ينتقل، فعشان كده برضو لازم الزوجة تبقى عارفة. تمام. وبالتالي هو محاذيره قليلة لكن لازم عارفينها، او مخاطر او طرق نقله في البيت قليلة لكن لازم عندنا فكرة عنها. تمام. ايه كمان المشاكل اللي منتشرة دلوقتي، مشاكل الكبد المنتشرة دلوقتي؟ هنحط يعني زي ما قلنا فيروس سي، يجي فيروس بي بس مش كتير، لان عندنا الاطفال كله بيطعم في فيروس بي، فنسبته في مصر فعلا قليلة. يمكن اللي ابتدينا نشوفه دلوقتي اللي هو الكبد الدهني. اوكي. وكنا عندنا كده يعني موضوع في الطب كده، نلاقي في الكتب بتاع الطب في الكبد، امراض الكبد، حاجه اسمها كريبتوجينيك سيروزس. كريبتوجينيك يعني غير معلوم السبب. يعني عملت عن كل التحاليل وكل حاجه وعنده تليف بس مش عارف سببه ايه. اكتشفنا ان جزء كبير من اللي احنا ما كناش عارفين سببه ايه ده كان كبد دهني. أوكي. ما كناش نعرف ان الكبد الدهني قد يؤدي الى تليف كبدي فعلا. هل بتفرق في الفئه العمريه دكتور؟ يعني هل الكبار في السن بيعانوا اكتر من المشكله دي اكتر هو من الاعمار؟ كل ما الفتره هتطول كل ما التاثير هيزيد. اوكي. يعني التليف في اول 5 سنين غير بعد 10 سنين غير بعد 15 سنة، فهي هتفرق الفئه العمريه في طول الفتره. يعني فيروس سي مثلا لو انا عالجت والكبد سليم خالص، يعني واحد اتعدى اتشك بابره وحل لا في فيروس سي، خد العلاج خف، ده بنسبة كبيرة جدا خف ومش هيحصل له أي مشاكل تاني ومش هيحصل له تليف. لكن لو ابتدى مرحلة التليف، هنا دي اللي بتبقى المشكلة، وهي دي المشكلة إن أنا مش عارف هيوصل لغاية فين. طب أنا عايزة أتكلم بشكل بسيط جدا عن الأعراض الظاهرية خصوصا لمرضى مثلا فيروس سي. مش يعني عايزة. أنا بلاحظ إنه من الأعراض الظاهرية اللي يمكن ناس كتير ما تاخدش بالها منها الاحتكاك في الجلد كتير. صح يا دكتور؟ دي بتبقى منتشرة شوية. بص حاجة انا مش عايز اقولها. مش عايز تقولها؟ ليه سبب بس؟ لا ليه؟ مش عايز تاخد بالها برضو يعني. لا. نوعي يعني توعية. لان الحيان لو وصل لمرحلة انه وصل لأعراض ده تأخر جدا. انا نفسي اشخصه قبل ما يبقى عنده اي اعراض. لان كلمة اعراض دي الكبد احنا نقدر نعيش ب25% من الكبد بتاعنا. يعني لغاية خمسة لما بوظت 75% من الكبد ما عنديش مشكلة. طب هي مشكلة ظهرت امتى؟ لما قلت عن 25%. اوكي. فأنا هنا هتظهر تظهر الأعراض. تمام. أنا مش عايز أستنى لما أكون فقدت 75، ده بالعكس، أنا عايز الشخص العادي يحلل لنفسه، أقول ببساطة إنزيمات كبد بس. لو عمل إنزيمات الكبد وطبيعية اطمنت على الأقل كده، حتى لو كبد دهني وإنزيمات طبيعية ما عنديش مشكلة. يعمل فيروس بي وسي بس وخلاص، موضوع بسيط. طب لو هنتكلم عن زراعه الكبد بقى، يعني ناس كتير تسمع ايه ده زراعه الكبد تتخض وتخاف، طب وهنعمل متابعين ازاي والدنيا ده. انا عايز اتكلم عن زراعه الكبد في مصر، وصلنا لفين في زراعه الكبد؟ هي زراعه الكبد يعني كانت حلم عندنا من زمان قوي. ابتدينا اول حاله زراعه 2001 ويمكن في اخر 2000. يعني احنا بقى لنا دلوقتي اكتر من 20 سنه في موضوع الزراعه. مصر كلها على بعضها كده زارعين حوالي ما يقرب من 5000 مريض. احنا في مصر بنزرع حاجه اسمها متبرع حي، يعني لازم حد يتبرع للمريض. المتبرع الحي ده في العالم كله قليل، يعني اوروبا قليل جدا، امريكا قليل جدا، هم عندهم دايما من الميت. وده مخلي ان احنا بقينا نحقق ارقام في الزراعه مش موجوده في اوروبا. ده في ناس دلوقتي بيجوا بره. ما انا بقول حك يعني يعملوا العمليات دي هنا. ما هو لو مريض في اوروبا عنده مشكله ان هو ما عندوش غير تقريبا الميت، يعني المراكز بتعمل زراعه حي قليله جدا وخبرتها فيها قليله.
والويتنج ليست قائمه الانتظار ليه طويله حتى للميت دوت، لان ما عندوش كفايه يغطي كل الناس اللي محتاجه. فيمكن دي من الحتت القليله ان مصر عامله فيها قفزات فعلا على مستوى العالم. مش عايز اقول حاجه، ان في بعض المراكز في المانيا كانوا بيتكلموا معانا عايزين نبعت لكم دكاتره ندربهم على حاجات معينه في زراعه الكبد الحي، لان هو ما بيعملهاش. احنا عندنا هنا بقت عمليه كتير. شبه روتينيه. كتير بتتعمل طبعا. كتير. كيفيه اجراء العمليه والمتبرع، ما هو احنا ممكن نلاقي مثلا واحده تتبرع لولد لباباها مثلا، او زوج يتبرع لزوجته، هل المتبرع نفسه بيتاثر صحيا؟ طيب لو نقول فكره الزراعه ايه، ونقول يعني فكره الزراعه بالظبط يعني هو ازاي هيتبرع بالكبد بتاعه، يعيش منين؟ طيب هي الفكره ان زي ما انا عندي كليتين زي ما يكون عندي كبدين، بس كبدين دول لازقين في بعض. تمام. انا في العمليه بفصلهم عن بعض، فيبقى عندي كبد يمين وكبد شمال. تمام. الكبد اليمين يمثل 60% من الكبد، والكبد الشمال بيمثل 25%. انا باخد الكبد اليمين الاكتر اللي هو 60%. تمام. وبسيب المتبرع 40%. تمام. احنا كنا قلنا من شويه الانسان يعيش ب 25%. فانا سايب له 40% احتياط. بالاضافه بقى ايه، ودي اهم نقطه، ودي فكره الزراعه من متبرع حي، ان الكبد بيرجع يجدد نفسه تاني. فعلا. في خلال شهر لشهرين من يوم العملية يبقى حجم الكبد عند المتبرع وعند المريض قد حجم الكبد العادي. ما شاء الله. ولكن فص واحد. لكن لما اعمل له أشعة مقطعية يلاقي ان حجم الكبد بتاعه بقى قد حجم الكبد الطبيعي. وظائف الكبد ترجع طبيعية في خلال اسبوعين من العملية. تمام. وهي دي الفكرة بتاعت الزراعة. في ناس بتسمع موضوع الزراعة ده تقوله لا طب ازاي بيتخضوا منها فعلا، بس ده الموضوع بسيط قوي. مش قوي بقى. يعني برضو يعني يا بنحاول. هنا بتتوقف على مهارة الطبيب. ولازم نقول حقائق، يعني قصدي ما ينفعش ان احنا لا اهول الامور ولا اقل منها قوي، لازم نبقى عارفين الحقيقة حقيقة فعلا. يعني هل المتبرع عليه خطورة؟ عليه خطورة. بس لازم اعرف نسبة الخطورة دي قد ايه. أوكي. نسبة الخطورة أقسمها لحاجتين، خطورة كبرى قد تؤدي الوفاة، يعني ممكن المتبرع يموت، ممكن بنسبة قد إيه؟ 0.5%. أوكي. يعني 99.5 ما بتحصلش. تمام. نفسنا يبقى صفر بس عمرنا ما هنوصل لها، مفيش في الطب كله 0%. احنا لو حسبنا الخطورة مش زايدة هتلاقيها ليها رقم. اللوز في ناس بتموت في اللوز. فمش ممكن هعمل أشيل فص يمين من الكبد وأقول إن في 0%، اللي يقول زيرو بيضحك على العيان. فأنا بتكلم في 0.5%. وهي رقم يعتبر قليل فعلا جدا. بس عشان نحقق الرقم دوت انا بشترط شروط جامده جدا في المتبرع. ايه بقى؟ يعني مبدئيا كده لو هنلخصه، انا عايز ساق سليم ما فيهوش غلطه. يعني ايه؟ يعني وزنه مش تخين. تمام. لازم وزنه متناسق مع طوله. تمام. ما عملش عمليات كبيره في بطنه قبل كده. ما عندوش ضغط، ما عندوش سكر، ما عندوش اي امراض مزمنه. فصيله الدم بتاعته نفس فصيله المتبرع او او. سلبي او ايجابي مش مهم. دي بنسميها الصفات العامة المتبرعة. طلع الصفات العامة دي تنطبق عليه، نبتدي بقى بإجراءات تحضير. كل التحاليل اللي ممكن تتخيلها بتتعمل للمريض للمتبرع، من أول وظائف الكلى والكبد والفيروسات، كل حاجة في الدنيا، أشعات، نشوف شكل الكبد، حجم الكبد ووزنه، شكل القنوات المرارية والشرايين، كل ده عشان أتأكد إن مفيش خطورة على المتبرع وإنه ينفع لهذا المريض. تمام. واخر حاجه بناخد عينه من الكبد من المتبرع عشان اتاكد ان الكبد بتاعه سليم، مفيش مخاطر عليه هو نفسه من التبرع ولا في مخاطر على المريض نفسه. بص انا عايزه اتكلم معاك يا دكتور بشكل يعني ايه انساني شويه، بعيدا بقى عن الطب والشكل العلمي. حضرتك طبعا محقق نجاحات كبيره في زراعه الكبد وفي عمليات الكبد وعلاج الكبد بشكل عام. عايزه اعرف احساسك بيبقى ايه بعد اجراء ونجاح العمليات دي، احساسك انت كطبيب وكانسان، واحساس المريض برضو، يعني المريض الكبد ده بيعاني، بيبقى مرحله ورحله من المجهود والعلاج طويله جدا. يعني هلخص حقيقة الموضوع ده في قصه صغيره قوي. دكتور زرعت له كبد، والدكتور ده بعد الزراعه دخل في شويه مشاكل. وحصل عايزين ناخد عينه وجينا ناخد عينه، حصل نزيف، يعني دخل فعلا في مشاكل كتير قوي. تمام. فبعد كده كنت قاعد معاه بعدها بقول له طب انت ايه تقييمك للموضوع بعد كل اللي حصل لك ده؟ قال لي بص، كل اللي حصل ده كوم، واحساس ان نشاطي اللي كان موجود زمان رجع لي. ده ما يتقدرش بثمن. دي حته مش هيحسها غير مريض الكبد طبعا، اللي هو هو نفسه
يتحرك، نفسه يجري زي ما كان زماني، عنده الطاقه بتاعت زمان. لون وشه بيتغير، بيرجع يفتح تاني، يبقى حد تاني خالص. حاجه يعني من اجمل الحالات اللي انا فاكرها ان في طفل زرعناه في احدى المستشفيات، كان عنده 7 سنين، دلوقتي شغال في هذه المستشفى ما شاء الله. يعني هو كبر وبقى موظف جوه المستشفى اللي هو زرع فيها وهو طفل. دي اللي اتقال عليها فعلا محاسن الصدف يعني بجد والله، دي حلوه جدا يعني. ودي توريك حاجه يعني ايه زراعه، يعني قصدي هي دي جمال الزراعه، ان انت مش مجرد بتعالجي مرض نفسه، لا ده انت بتغيري حياه بني ادم. صح صح فعلا، بتفرق كمان في الناس المحيطه بيه كلهم. بالظبط. طيب لو هنتجه الى مشاكل البنكرياس واورام البنكرياس بقى، تمام، عايزين نعرف شويه تفاصيل كده عنها والكشف المبكر ليها. يعني الحقيقه البنكرياس من الحاجات اللي مش واخده حقها قوي في الطب بصفه عامه. تمام. يعني حتى من اول التهابات البنكرياس تلاقي دايما المريض يقعد يلف كتير قوي لغايه ما تشخص التهاب في البنكرياس. اورام البنكرياس نفس القصه، دايما الاسطمبه بتاعتنا اللي معروفه كل يوم في العياده بيجي لي عيان اللي هو اصلا عندي وجع في بطني وبخس جرثومه معده، فدينا علاج جرثومه المعده فما تحسنش، تمام، فدينا كورس تاني لجرثومه المعده، تمام، فما تحسنش، فروحت لدكتور تاني فعمل لي منظار وقال لي في جرثومه معده فاداني علاج جرثومه معده. طب انت خدت 4 كورسات ومفيش تحسن، ليه مش بنفكر ان في حاجه تانيه؟ عشان كده في ناس كتير جدا بتشتكي ان الجرثومه ما بتتعالجش، يعني بياخدوا علاجات كتير. على فكره المشكله دي منتشره جدا، وفي ناس بتاخد لها دواء يعني حتى ما بيلحقوش يروحوا للدكتور، خلاص انا بطني وجعتني ياخد الدواء بتاع الجرثومه ومفيش فايده. هقول شويه كلام ممكن يزعل دكاتره البطنه مني شويه، تمام مش مشكله، بس عشان مصلحه المريض، احنا في الاول في الاخر المصلحه واحده للمريض. يعني حضرتك لكي ان تتخيلني في دراسه عملت في مصر نسبه جرثومه المعده قد ايه؟ تمام. 84%. اوكي. وبالتالي لو انا دلوقتي رحت احلل جرثومه المعده طلع عندي جرثومه معده، ما عنديش اي اعراض. اوكي. فانا لما يجي لي وجع في بطني واحلل الجرثومه الاقيها ايجابيه، مش شرط ان كنت السبب. يعني زي ما انا هاجي مثلا اعمل احصائيه كده اقول هشوف كم واحد اسمه محمد جاله ورم في القولون، فيطلع ان كتير جدا اسمهم محمد جاله ده اسم محمد بيجيب ورم في القولون. لا، هو اسم محمد اصلا كتير، فطبيعي ان يبقى ورم القولون في الاسم محمد كتير. نفس القصه في الجرثومه، 85% من الناس عندها جرثومه معده وعايشين ما عندهمش اي اعراض، واي حد هيروح يكشف هيلاقي جرثومه. فلما تكشف وتلاقي الجرثومه مش لازم تكون هي السبب. فانا قصدي ما عنديش مانع ان اديله العلاج، بس اديت العلاج وما لقيتش نتيجه، لا لازم افكر ان في حاجه ثانيه. مش ان هي الجرثومه برضه مصممه مش هي دي، لا في حاجات ثانيه. ودايما في عندي كده يعني كام عرض هم دول اللي بيبقوا حاجه تنور. ايه بقى؟ لو واحد اشتكى وجع في بطنه جاله سكر او ما كانش او عنده سكر بس السكر ابتدى يلخبط مع خساسان، اوكي، الثلاثه دول لو اجتمعوا مع بعض 90% ورا. في ناس بتحددها ده انا جالي سكر، عندي سكر. هي صعوبه الموضوع ايه؟ ان مريض السكر بيخس، فكده ادي 2 من اللي احنا بين 3 اللي بقول عليهم، بس هو ما عندوش وجع. اوكي. لكن لو اشتكى بوجع في المنطقه دي بالذات يسمع في الظهر، ودي اهم نقطه، الوجع اللي بيسمع في الظهر ده قليل، يعني الحاجات اللي تسمع في ظهره قليله. اوكي. ولدرجه ان في كتير من المرضى بيجوا لي بعد ما يكونوا راحوا دكتور العظام وتشخص انه ديسك وقعد يعمل اشعاعات وقعد يعمل حاجات على ظهره، وهو كده مش مدرك ان المشكله قدام مش ورا. ما هي الاعراض كلها متشابهه. بالظبط. يعني برضو هي بتلخبط، احنا برضو نعذر المرضى برضو يا دكتور. ايوه طبعا. عنهم انا مش عايز احكي ناس الدكاتره، مش بتكلم المريض ما ياخدش باله، ده دكتور ما بياخدش باله، الدكتور نفسه ممكن ما ياخدش عادي باله طبعا. بس قصدي لما الاقي حد مريض عنده سكر، السكر بتاعه بقى يلخبط، او ما كانش عنده سكر ويجاله بس مع الحته ديت عنده خساسان واضح وعنده وجع، الثلاثه دول لازم اطلب له اشعه مقطعيه. تمام. تطلع سلبيه ما يطلعش عنه حاجه الحمد لله خلاص. تمام. لكن لو انا سبته بقى لدرجه ان ابتدى يظهر بقى مشاكل اخرى، ابتدينا كل ما الموضوع بيكبر كل ما النتائج تقل حتى لما هعمله العمليه. تمام. اوكي. يعني لازم نلحق ناخد بالنا. طب البنكرياس بالذات مشكلته يعني مش عايز اخوف الناس بس هو بس يعني للاسف من الاورام العنيفه جدا يا ساتر. على مستوى العالم كله عامل مشكلة كبيرة. يعني مفيش عندنا في الطب كله ورم
بيعمل كده كنتائج. بمعنى لغايه من 3 4 سنين مثلا كنا بنقول مريض البنكرياس هعمل له عمليه ضخمه شويه ممكن نبقى نشرحها نجيل فيها ايه وبعد العمليه هياخد كيماوي لازم. طيب هيقول لي بقى نسبه ارتجاع الورم قد ايه؟ اوكي بعد ما عمل العمليه وشاله بالكامل وخد كيماوي وقايه كام في الميه؟ كام في الميه؟ 80%. 80% يرجع؟ لا ما احنا برضو واحده واحده ماشي يعني ايه ده 80% فيها 20% موجودين معانا ما تقلقوش. انا قلت بس حاجه من 4 سنين. ده من 4 دلوقتي بقى خلاص احنا نقلل ال 80 والنبي شويه يا دكتور يعني نزلنا دلوقتي ال 50% فعلا. وده يعتبر انجاز طبعا بس ستيل برضو في حاجه غلط. يعني دايما بقول لهم ورم البنكرياس احنا لسه في نقطه مش فاهمينها فيه. ما عند احنا كل الاورام الثانيه لما بتشيل ورم بالكامل وياخد علاج على الاقل 80% نسبه الشفاء ويبقى 20% ارتجاع. مفيش عندي ورم اشيله ابقى عندي الطبيعي ان يرجع مش طبيعي ان ما يرجعش. طبعا ابتدينا نفهم شويه حاجات من القصه دي. اوكي قريبا لو شفنا صوره للبنكرياس هتشوف ان هو عنده مشكله. الورم دايما بيجي البنكرياس ليه راس وجسم وديل. اشهرهم بيجي في الراس. تمام راس البنكرياس دي حدودها البنكرياس هو الاصفر دوت. تمام طبعا احنا اللي حواليه البنكرياس ده كله بيتشال في العمليه. اوكي في راس البنكرياس يعني بشيل راس البنكرياس والاثنى عشر المحوطاه بحته من المعده بحته من الامعاء بالمراره بجزء من القناه المراريه. المراره كمان بيتشال منها بجزء من القناه المراريه كمان. اوكي وبعد كده نجيب بقى امعاء نوصلها مكان الحاجات اللي احنا شلناها دي. طب معلش برضو نطمن نسبه نجاح العمليه كعمليه 95%. طب ما حلو اهو. طب ما ايه بقى طب ما حلو اهو بنخوفهم ليه؟ لا وبرده هرجع اقول على حسب مهاره الطبيب برده يا دكتور دي بتفرق جدا مع المرضى. ودي في البنكرياس بالذات فعلا بقى مهمه جدا جدا. ليه؟ دي من الحاجات القليله اللي بره معمول عليها دراسه. بمعنى ان بيقسموا حتى المراكز نفسها اللي بتعمل جراحات بنكرياس. لو انت بتعمل اقل من 30 عمليه في السنه نتائجه حاجة واللي فوق 30 عملية في السنة نتائجه حاجة تانية خالص. مفيش عندنا عملية فيها المقارنة ديت. لكن هم شايفين العملية دي بالذات تكنيكالي صعبة فعلا. فمحتاجة تراكم خبرات طبعا مش هتيجي غير بعدد كبير من العيانين طبعا. فكل أكيد. ما الكيرف كل ما العدد بتاعك زاد كل ما كيرف نجاح العملية يزيد طبعا أكيد. ويعني بجد يعني نشهد ليك وبناء على اراء مرضى كتير. لا فعلا الموضوع يعني حضرتك مع اجراء العمليات فرق معاهم كتير جدا. واحنا عايزين نشوف بقى حالات تقول يعني احساسها قبل العمليه وبعد العمليه. انا بشكرك جدا. كان معايا الاستاذ الدكتور محمد فتحي عبد الغفار استاذ جراحه وزراعه الكبد كليه الطب جامعه عين شمس وزميل جامعه ايسون بالمانيا لجراحات الكبد ومراره البنكرياس وعميد المعهد القومي لامراض الكبد الاسبق. نورتني يا دكتور. الله يخليك. شكرا ليك. مشاهدينا بكده تكون انتهت حلقتنا. هنروح اشوفكم ان شاء الله على الف خير في حلقه جديده. سلام عليكم.